وقعت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية وشركة Presentation Sports بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020-2021 والموسم الحالي 2021-2022 بدولة الإمارات الشقيقة. يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والقوي بين الجانبين وروابط الوثيقة ووحدة المصير التي تجمع بين مصر والإمارات. وتعهد الجانب الإماراتي بتنظيم رائع لبطولتي كأس السوبر المحلي المصري نظرا لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، فيما أعرب مسؤول مجلس أبو ظبي الرياضي عن سعادتهم الغامرة باحتضان كأس السوبر المصري مجددا، والذي سيكون امتدادا رائعا لحضور الكرة المصرية بنجومها وإعلامها وجماهيرها على أرض دولة الإمارات.